الزمالك حصل على 100 مليون جنيه مقابل فشل صفقة عبد الله سعيد؟ الزمالك حصل على اكتر من كده كمان، حصل على جروس وحصل على سيسي وحصل على النقاز وحصل يعني لا طبعا حصل على كل حاجه استفاد النادي الزمالك فيها. وفلوس كمان اخد فلوس؟ طبعا اخد فلوس. ما خدش فلوس ليه يعني؟ علشان الصفقه دي ما رجعت الاهلي. خد فلوس، هو مش مساله فلوس. هو الموضوع خلاص راجل وقع. هو حلها ودي طبعا بالتراضي بان هو اخد فلوس. طبعا ما هي دي فلوس. واساسي ده اساسي ده لو حبيت تشتريه هتشتريه بكام؟ ولا ده لعيب جبار ده بقى جروس. لما تجيب جروس وده مدير فني جامد برضه. مرتب بتاعه طول السنه كام؟ ارقام طبعا. هو عبد الله رد الفلوس للزمالك ولا ما تعرفش؟ رد الفلوس طبعا للزمالك. ده بخلاف الفلوس اللي اخدها الزمالك طبعا. اللي بعده، الزمالك رفض ضم رجب بكار حينما عرضته في السابق على اداره النادي. لا غلط. غلط لان انا مضيت رجب وكان ياسر ابراهيم وكان محمود عبد العزيز في يناير وكان فاضل يومين عقيب. فالباشمهندس فرج طبعا مش هيسيب ثلاث لعيبه يعني يوقع الفرقه يعني. فاستقروا ان هم ياخدوا محمود عبد العزيز. يعني محمود عبد العزيز في اليوم ده مضى. لكن انت مضيته. بس هو ما اتنقلش عشان خاطر سموحه. قال له طب مش الزمالك اللي رفض. لا الزمالك ما رفضش. اللي بعده، ورجب هيروح فين؟ علمه، كل علمه عند ربي بقى. انا عارف لسه انت لسه سيب لنا حاجه اطلع من الحلقه يعني اعمل حاجه تشتغل صفقه بتاع عندي عيال. حاضر ماشي. اللي بعده، حصلت على توقيع ياسر ابراهيم للزمالك قبل انتقاله للاهلي. انت قلت صح؟ لا ما خدتش توقيعه. ما خدتش توقيعه. طب ماشي، يبقى لا. تقاضيت 2 مليون جنيه في توقيع عبد الله سعيد للزمالك. تقاضينا. نعم. دي عايد على مين؟ يعني ده اول انا وشريكي يعني. ماشي. وفي حاجه تاني بس الناس بس تعرف مقابل كده. بس لازم الناس تعرف الحمد لله على كل شيء. ما بقولش حاجه، بس مقابل كده ممكن ما تاخدش من 60 لعيب كوره في مصر عادي تاخد فلوس اصلا. ممكن. لا مش ممكن، ده اكيد. عشان كده بتشكر في عبد الله. اللي بعده، عبد الله سعيد كان قريبا من انضمام للزمالك في شهر يناير الماضي. جدا. حسام عاشور يرحب بارتداء قميص الزمالك، نعم ام لا؟ اي نادي هيقدر حسام عاشور، اي نادي سواء نادي الزمالك او غيره او بره، لان فعلا في عرضين في الامارات لحسام عاشور. طبعا يرحب، عايز يلعب. اللي بعده، احمد فتحي رفض انضمام للزمالك حينما فوضته مؤخرا. ما خدش الموضوع، ما حدش عرض على فتحي. كان خلاص يعني ما حدش عرض على فتحي اخر حاجه. كان خلاص مفاوضات، وهو عرف بطريقه ما ان النادي الزمالك عايزه، فسياده المستشار اعلن. تقصد ان التصريحات كانت تصريحات اعلاميه فقط، والتصريحات دي هي اللي سندت احمد فتحي في انه يرجع بيراميدز؟ جواب شكر من فتحي للمستشار المفترض بالتصريحات الاعلاميه غير مباشر. بالتصريحات الاعلاميه لكنها لم تكن مفاوضات. طبعا. اللي بعده، اعلان الزمالك رغبتهم في التعاقد مع احمد فتحي سبب اعلان انتقاله رسميا لبيراميدز؟ نعم. جاوبت انا نعم. ماشي. اخر صفقه ليك مع الاهلي كانت انتقال احمد رؤوف من الاتحاد الليبي في 2014. كان 2014. بقالك 6 سنين ما بتعملش حاجه مع النادي الاهلي. مع النادي الاهلي. وادي دجله كان يرغب في انتقال محمود علاء للاهلي لكن دفع الزمالك 12 مليون سبب انتقاله للزمالك، نعم ام لا؟ نعم. كان عايزين يودوه الاهلي فعلا؟ لا مش عايزين يودوه الاهلي. هو انا قلت جاوبت، ما كانش عايزين، هم عايزين اعلى سعر. فنادي الزمالك عرض سعر اعلى تقريبا ب 2 مليون وخد. اعلى من رقم الاهلي. الاهلي كان عارض لحد 10 مليون. اللي بعده، الزمالك ندم لعدم بيع محمود عبد العزيز الى بيراميدز، نعم ام لا؟ الزمالك ما فيش حاجه اسمها ندم او مش ندم. هو هو كان عنده ساعتها استاذ امير، كان ساعتها هو المشرف طبعا، كان هو عنده طارق حامد فقط لا غير. تمام. يعني كان عنده طارق حامد، مش معقوله يسيب محمود عبد العزيز وما عندوش الا طارق حامد. ده هو في حاجه بس يا استاذ، هما ما بيدوروش على فلوس قد ما يعني عايزين يسعدوا.
جماهير نادي الزمالك. خلي بالك في خوف من يعني مثلا استاذ يعني عشان انا برضو ما اديتش بس ناس كارتيرون لما جه الناس قعدت تهاجم استاذ امير مرتضى صح وقال لك قاعد اسبوع بره الراجل جه لوحده ومفيش حد صح والراجل مفيش حد وجاي لوحده والراجل ده اهو احسن مدرب في مصر دلوقتي. ما حدش قال انه استاذ امير مرتضى هو اللي جايبه. ما حدش قال حاجه. انت كنتش موجود في صفقات الكواليس بتاعت كارتيرون دي؟ موجود. ايه انا في خلاف بيني وبين استاذ امير تمام في وجهات النظر. وخلي بال حضرتك ايه خلاف بسبب ايه؟ هو مش مقتنع بشغلي ولا هيقتنع بشغلي. يعني مش معنى ان انا بدي له حقه ان راجل واخد 5 بطولات في سنتين اقسم بالله انا عارف شخصيته ودي شخصيه ده تريح مش هيقتنع بشغلي ماشي تمام. لكن برضو انت بتحكمك منظومه في رئيس نادي وفي هو راجل ناجح. اديني سبب الخلاف في موضوع كارتيرون. مفيش خلاف مفيش خلاف. هو نجح انه يجيب كارتيرون وبقى احسن مدرب في مصر. وانت كنت شايف انه ممكن زمان الناس اللي قالت الناس بتهاجم امير ماشي. اللي بعده من الوارد ان ابرم صفقه قرن من الزمالك الى الاهلي. وارد تجيب لي الاهلي صفقه قرن؟ لو اداره نادي الزمالك ومشرف عام على الكوره اقدر. تقدر تجيب لي الاهلي حاجه جامده من الزمالك؟ من الزمالك؟ ايوه. مش عارف السؤال ده ما صعب قوي بعد ست سنين. صعب ها؟ صعب اعمل كده مع صعب اعمل كده مع نادي الزمالك او مرتضى منصور. ماشي. اللي بعده بطل صفقه القرن القادمه مين؟ حسام عاشور، مصطفى محمد، ولا لاعب اخر؟ خلي بال حضرتك لو حسام عاشور جه نادي الزمالك يبقى صفقه قرن. ممكن اقول ليه ولا قول؟ حسام عاشور لعيب كوره بصير على اعلى مستوى وهاف ديفندر على اعلى مستوى وسنه لسه صغير 33 سنه 34 في سنه زياده. انا التسويق لسه اكدب في سنه طيب عشان السعر يزيد شويه. انت مش مفيش رحمه يعني 33 عشان تبيع عربيه عشان الفلوس تزيد شويه تبيع عربيه وكل الناس اخلاقيا ما عندوش مشاكل ايوه ادبا ما عندوش مشاكل ماشي كل الكلام اللي انت بتقوله ده كبير. فانت شايف ان صفقه القرن اللي ممكن تبقى موجوده حسام عاشور؟ لا حسام عاشور لو جه هيبقى صفقه قرن لكن انا شايف ان صفقه القرن هتبقى مين؟ ياما في الجراب يحاول في يعني ممكن من الاهلي تروح الزمالك؟ لا من الاهلي تروح الزمالك من الاهلي تروح الزمالك اللي بعده اصعب صفقه بالنسبه لك كانت ابو جبل للزمالك ولا زيزو من سموحه للزمالك ولا الحصول على توقيع عبد الله السعيد؟ اختار بس واحد. اختيارات سريعه. محمد ابو جبل للزمالك ده شطار اتفرج عامر بس ماشي. اللي بعده اديني اجابات سريعه خلاص فاضل لي دقيقه. حاضر. سبب عمل المستمر مع ذلك مع الزمالك قربي من رئيس النادي رفض الاهلي التعامل معايا صدفه احترام لشغلي ماشي. حاجه رابعه غيره ماشي. أصعب رئيس نادي اتعاملت معاه في الصفقات رئيس الزمالك رئيس سموحة رئيس الاتحاد؟ هو رئيس الاتحاد السكندري ده سكر ماشي حاج محمد مصلحي على التاريخ يعني علامة. لكن أصعب رئيس نادي مش المستشار مرتضى مش المستشار. أصعب رئيس نادي في التعامل في الصفقات باشمهندس فرج عام. مهندس فرج عام قاتل. لا والله والله قاتل. اللي بعده ارتفاع قيمة تسويقية اللاعبين في مصر بسبب مزايدات الأندية وخاصة القطبين ندرة المواهب ولا وكلاء اللعيبة؟ مزايدات الأندية وخاصة الألعاب. إنما أنتوا ملايكة. مش ملايكة. مش ملايكة. أنا وظيفتي إن أنا أعلي سعر اللعيبة. ماشي. اللي بعده. وظيفتك إنك تعلي سعر. طبعا. أنا أكدب. رشح للزمالك في الموسم المقبل ضم حسام عاشور، كريم عراقي، حسام حسن. أنا اللي برشح التلاتة. والله فكرني بعد ما اخلص ابقى امضي لك على بياض يمكن تودينا في حته تخلينا نحترف في المانيا ولا مش هاخد منك ال 5%. والله كلمتك سيف. انا نفسي اللعيبه تديني فلوس بصراحه ده على الهوا يا اولادي ادوني فلوس بس خلاص الكورونا خلصت على الناس كلها. اخر سؤال الزمالك يرغب في تسويق مين؟ عنتر، محمد حسن، امام عاشور؟ مين اللي طلب منك انك تحركه يلا في السوق؟
ما يسمح لي استاذ امير مرتضى ان انا اقعد معاه واتناقش معاه، لو طلب مني حاجه لسه ما طلبش منك. لا لسه ما طلبش مني. يا نجم النجوم شرفتنا ونورتنا وكالعاده ممتع، وبتمنى لك كل توفيق، واتمنى ان شاء الله باذن الله الحلقه دي ما تسبب لكش اي مشاكل. لا الحلقه دي مش هتسبب لي حاجه مشاكل، لان انا بقول اللي في قلبي، وانا حابب ان انا اتعامل معاك ومع الناس، والناس عايزه تتبسط وتقول الحقيقه. تمام، انا بقول الحقيقه، زعلت ناس وما زعلتش ناس، هي دي الحقيقه يا جماعه. انا همضي معاك وانت مش هتاخد مني 5%. انا عايز بص اتشقلب في قنوات مصر كلها. بص اللي انت عايزه. انا عايز اقعد في كل قناه يوم. اللي انت عايزه والله العظيم. حبيبي اشكر حضراتكم، شكرا جزيلا، بشكر فيها العمل بالكامل. حلقتنا خلصت النهارده، نشوفكم بكره ان شاء الله باذن الله في نفس الميعاد. سلام عليكم.